مرحبا بكم مشاهدينا حلقه جديده من برنامج بوب اب نيوز نافذه كيطلعوا من خلالها عليكم المبدعين المغاربه وكذلك الاجانب اللي كيكونوا حضروا الجديد ديالهم دائما مع ابتسام كتيبي. اليوم غتكلمنا على رقم قياسي عالمي جديد تماما في الحصول على الماجستير. هاد الشخص خدا الماجستير ديالو والعمر ديالو 95 سنه 95 عام. دكتور ديفيد مارغوت طبيب نفسي متقاعد حطم الرقم القياسي للجامعة بكونه أكبر شخص كيتخرج من جامعة كينغستون جنوب غرب لندن بالمملكة المتحدة وحصل على درجات الماجستير في الفلسفة الأوروبية الحديثة. أولا نهنيه من طبيعة الحال. غير للتذكير فآخر رقم قياسي كان هو 93 سنة وكان هذا في عام 1994. وديفيد ما بغاش يوقف هنا فهو الآن كيحضر للدكتورة. مبروك عليه مرة أخرى ونشوفوا أخبار واحدة أخرى في الزابينج. أصدر المخرج السينمائي سعد الشريبي رواية جديدة بعنوان فراغمون دو سين بعد تجربة طويلة في مجال الفن السابع. المخرج انتقل من التعبير بالصورة لينغمس في تجربة الكتابة وينقل القارئ إلى تقاطع ضمني بين الفنون والأدب وصفا بطريقته مفهوم العمل لدى جيل السبعينات. توج الفيلم السينمائي المغربي مطلقات الدار البيضاء لمخرجه محمد عهد من سودة بجائزة أحسن إخراج في الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي، واستلمت الجائزة بالنيابة عنها الفنانة المتألقة بشرى أهريش التي شاركت في بطولته. الفيلم انتزع سابقا جائزة الإخراج وجائزة أحسن إدارة ممثل بأثينا. عبير العاب تعود من جديد بلمسة فنية مختلفة ومقاربة جديدة بالتوقيع على أغنية السر. المبدعة أبرزت طاقة جميلة من خلال العمل الذي سيفتح لها بدون شك آفاقا جديدة. جرح الكون اللي في قلبي خلوني نبكي يا ربي واش أنا سببي فاعتابي آه أنا ضيفنا اليوم هو واحد من أنشط الممثلين المغاربة، لعب الكثير من الأدوار في السينما والتلفزيون وتقنهم وقدر أنه يربح شريحة واسعة من الجمهور كتيق في الأداء ديالو. كنتكلم طبعا ابتسام على أمين الناجي. الممثل أمين الناجي تكلمنا على دوره في مسلسل بنات الحديد من إخراج علاء أكعبون واللي كي يشارك فيه إلى جانب الممثلة فاطمة زهراء بن ناصر. تكلمنا أيضا على تجربة الإخراج، نشوفوا الأجوبة ديالو. أمين ناجي ممثل على بوب بوب. سليمان هو راجل فاطمة اللي هي بنت تهامي، اللي تهامي واحد من الناس الكبار اللي متحكمين في سوق ديال الحديد، رافيراي ديال الحديد في المغرب. سليمان واحد السيد اللي كيعيش في الظل ديال تهامي وكيحاول ينتفض على هذا الوضع، كيخرج منه ويبني حياته بعيد على تهامي، بعيد على الأمبير ديال تهامي. كتواجهوا صعوبات وغادي نشوفوها ان شاء الله في المسلسل. من بين اهم الكريتير اللي كان معتمد عليهم باش نختار شخصيه هي تكون ما كتشبهش ليا اولا، وتكون ما كتشبه حتى شي بيرسوناج لعبته من قبل. دونك سليمان اللي اسي ديفيرون، لا كومبوزيسيون ديال البيرسوناج مختلف بزاف على كاع لي بيرسوناج اللي لعبناهم من قبل، حيت عنده تركيبه نفسيه غادي نقول كومبلكس اوسي سامبل كو كومبلكس. فوالا، علاء كمخرج كتعجبني العقليه ديالو، اوفير ديسبري، عنده اون بروبر فيزيون، عنده رؤيه اخراجيه كيحاول يطبقها، يتقاسمها معنا بعدا حنايا كممثلين وكيحاول يطبقها. دونك علاء كيخدم بلو فيلينغ مع الممثل، سي اون تري بون اكسبيريونس مع علاء. كيما داز مكتوب واحد كان داز مزيان، اكتشفت فيه علاء، اكتشفني علاء في الخدمه كيفاش داير، اكتشفته انايا كيفاش كيعمل، كيفاش كيرتاح في الخدمه، شنو هما الحوايج اللي كيبغيهم، شنو هما الحوايج اللي ما كيبغيهمش. دونك شي حوايجات اللي كنبازيو عليهم حنايا في الخدمه باش الامور تدوز مزيانه ما بين المخرج والممثل. كانت عندي فكره وبغيت نعاودها، انا ما نقدرش نعاودها كممثل، ارتأيت اني نعاودها كمخرج. بالنسبه لي الاخراج سي اونوتر مانيير دو راكونتي لي شوز، دونك جي شوازي راكونتي هاد ليستواغ اترافيغ الاخراج. سي اون ليستواغ ديال واحد السيد مواطن مغربي عادي كيبغي واحد الفرقه، وغادي نشوفوا كيفاش كيحاول هذاك السيد يوفق ما بين المعاش اليومي ديالو والعشق ديالو لهذيك الفرقه. هو ستا لون ميتراج، لون ميتراج سميتو راسي مرفوع. في التلفزه ان شاء الله واقيلا غادي تكون 100% غادي يكون في رمضان دار النساء ديال سامي اقريو، مع واحد التولع ديال الممثلين والممثلات اللي كيفتخر الواحد انه يخدم معاهم. مور رمضان غادي نبداو نصورو في لون ميتراج. عندي لون ميتراج واحد اخر كنقرا فيه، نتمنى نساليه في اسرع وقت، باغي ندعي على القصه كامله ولا على البيرسوناج.
pour pouvoir trancher. Sois forte, Abdi. Tu es une matawi. Sois forte pour la famille. Sois forte pour la famille. Sois forte pour les matawi. Ne sois pas comme elle. Ne sois pas du tout islamiste. تكلمنا في بدايه البرنامج على بريطاني اللي كان طبيب نفسي تقاعد وخذ الماجستير ديالو على سن 95 سنه. طبعا هذه العقليه زوينه بزاف، وحنا كنشوفوا الكثير من الشباب الان اللي على 20 و 25 و 26 و 27 كيقول ما بقى ما يدار، ما كاينش امال، تعطلنا، حتى شي واحد ما كيتعطل، اني جامي تخو طاق بو بيان فيغ. هذا الشيء اللي كان تماما. شكرا لك سميت، شكرا لكم على تتبع الحلقه، نتمنى انها تكون عجبتكم. غادي نتلاقاو بكم غدا في حلقه جديده، في انتظارها زوروا موقع القناه دوزيام بوينت. لا بغيتو تشوفوا حلقات سابقة. بسلامة.